نستطيع أن نربطه بعملية اختطاف علي زيدان؟ نعم، هم يرون أن هذه الحالة يجب أن تؤثر بقوة في هذه العلاقة. يعني جو ناس مكلفين عندهم ورقة من النائب العام فأمر قبض للسيد رئيس الوزراء وأبرزوها للشباب، وهم يتبعوا لغرفة توار ليبيا وناس توار ودخلوا ألقوا القبض على رئيس الوزراء. كان عدد كبير جدا من السيارات كانت عليهم ملصق غرفة توار ليبيا مكافحة الجريمة، تقريبا عدد ما يقارب 150 سيارة.